استني استني معاه استني معاه. كل سنه وانت طيبه يا ماما. كل سنه وانت طيبه. تعالى تعالى هنا بقى بسرعه، تعالى على السفره يا ماما. كل سنه وانتم طيبين وكل ام بخير وسنه سعيده ان شاء الله علينا. عيد الام مناسبه احنا بنستناها كلنا علشان يعني نعبر عن حبنا لامهاتنا. طبعا طول السنه لازم نعبر عن أكيد. حبنا ليهم، وهم وجودهم في حياتنا نعمه اصلا، ده من غير كلام. كل ام ربنا يخليها لاولادها وهديتها، يعني كل ام في الدنيا هديتها ان عيالها تبقوا ملمومين حواليها، فان شاء الله نتجمع معاهم النهارده. طبعا اللي شفنا السنه اللي فاتت احنا كنت انا وفاء اتفقنا وجبنا هديه تقريبا شبه بعض، هي كانت نفس الهديه. المره دي قلت لها يا وفاء شوف انت عايزه تجيبي ايه لامك وانا هجيب ايه لامي. كل واحد يجيب لمامته الحاجه اللي واحد فيه. كل واحد يجيب لامه، كل واحد مسؤول عن امه. ده ما يمنعش ان مامه حمدي مامتي ومامتي مامته، يعني بس هو ايه امي هي إيه؟ امي وامها هي امها. انا ما بقولش مامتي، بقول امي. ودي انا إيه؟ بقول مامتي عادي. ما علينا، انا عن نفسي بقول امي، هي بتقول مامتي. ما علينا. بس انا قررت المره دي ان انا اعمل مقلب في امي، هعمل مقلب في امي الاول وبعد كده ايه. لا انا اعمل فعلا. انت مالك امي وانا حر فيها. انا عايز اشوف رد فعلها لما اعمل فيها مقلب. هتشوفوه ان شاء الله، هو حاجه بسيطه كده خفيفه في دماغي هعملها. فخليكم متابعين الفيديو واضغطوا لايك وسبسكرايب في القناه، علشان في 45% يا وفاء مش مشتركين في القناه بيتفرجوا علينا، فما تخلوش حد يضحك علينا يا جمهوريه حمدي ووفاء، واضغطوا سبسكرايب من الزرار الاحمر تحت الفيديو. تخسروا حاجه بما انكم متابعينها، فانتوا اضغطوا سبسكرايب عشان اول ما الفيديو ينزل يروح لكم، عشان فيه مفاجات كتير وعيلتنا تكبر وحاجات حلوه كتير الفتره اللي جايه. يلا بينا. خلاص عرفت انت تجيب ايه ولا هتلففينا؟ لا انا عارفه امي عايزه ايه، او انا وانا عارف امي عايزه ايه. اخيرا قالت امي مامي، اخيرا مامي مامتي. يلا بينا يا اما. ما تزعليش مني، هعمل فيكي مقلب صغنون. لو تتفرج على الفيديو تعرف ان انا كنت قصدي ان انا اعمل فيكي مقلب، عشان بس ايه. يلا انا مش هحرق مش هحرق. يلا وصلنا هنا عند بيت الحاجه امي، اللي هي امي اللي هي والدتي يعني مامتنا. وانا حظي حلو جدا، انا قلت لكم ان انا هعمل مقلب. حظي حلو ان حسن اللي فتح لنا الباب. طبعا حسن ماشي. انا مش عارف ليه وشي بيلمع اول ما اسمع كلمه مقلب. هتعمل ايه؟ طيب انا جهزت الهديه وجهزت المقلب اللي انا قلت لكم عليه. المقلب اهو هنبتدي بيه الاول. ماشي، نخش دلوقتي في التفاهه. بص المقلب ده ايه، هنشيله نديه لامك ونشوف رد فعلها ايه عليه. حاجه بتنفجر يعني؟ لا لا لا، حاجه تانية خالص. ماشي، عايزك تشيل معايا، بس هي تقيله يعني. تقيله جدا. ماشي، تقيله جدا، عايزك تقوى كده عشان ما ايه ما توقعش مننا. خلاص يلا يلا يلا. ايه اللي تقيل؟ ماشي. يلا شيل معايا شيل معايا حاجه كده وكده. نعمل انها تقيله. وطي صوتك، صوتك ضخمه. وطي صوتك. سوري سوري. ها شيل جاب. شيل. لا شيل 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 ايدك الاثنين. ها يلا اساعدكم. لا لا روح افتح لنا الباب. اوعى تقع. افتح لنا الباب. اجمد يا اجمد اهو. بس دراعي المصور اللي هيقع. اوعى تقع في الميه. اوعى تعمل نسيء. روح سباي افتح لنا الباب احسن تقع مننا. اجمد. ها اهو ماشي. يلا اجمد يا اجمد. شيل شيل بعفو. اللي هنا. السلام عليكم. سلام. ازيك يا ماما؟ ازيك يا ماما؟ تعالي كده يا منى. استني استني معاها استني معاها. كل سنه وانت طيبه يا ماما. كل سنه وانت طيبه. تعالى تعالى هنا بقى بسرعه، تعالى على السفره. لا الازازه هيطق، الازازه هيطق. تعالى هنا. ايه المضيار؟ الترابيزه دي جنب. حاسس. تعالى يا ماما. تعالي يا ماما. كل سنه وانت طيبه. الترابيزه دي الترابيزه دي. لا 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 الترابيزه دي حلوه. الازازه هيتكسر. لا لا هتقطر. ها ها. لا جامده جامده. ماشي انزل بالراحه بالراحه. بس خيام. ايه انت ده وجعتني. خدتوني والله. كل سنه وانت طيبه يا ماما. طيب يا حبيبي. كل سنه وانت طيبه كده، وكل سنه ان شاء الله تبقي معانا وماليه ومنوره الدنيا كلها. الله يخليك. كل سنه وانت طيبه. كل سنه طيبه. كل سنه طيبه. تعيش وتجيب. فاكرة زمان كان نفسك في المكنة اللي بتشيل شعر المناخير صح؟ انا عندي مناخير. ما عنديش مناخير. بقى جبت لك بقى هدية احلى من كده كمان.
طب نعم. طيبة حاجة بسيطة. طب ايه المفاجأة دي؟ ما قلتليش ليه؟ كنت عملت لكم اكل الاول. هو خلاص يعني ما احنا عملنا ناكل. لا تفاجئتوني كده. معلش. بصوت اهم حاجه بس تعجبك ان شاء الله. وطبعا انتوا عارفين ان الهديه مش بتمنها. الهديه في ايه؟ معناها دي مش يعني الحمد اللي نقاها. انا تبقى حلوه زي ان شاء الله. ماشي. فالهديه ايه؟ مش بتمنها. الهديه بقيمتها طبعا. ماشي. واحنا اقل شيء بيبقى جميل. ان شاء الله ان شاء الله تعجبك باذن الله. السنه اللي فاتت عملت لي كده وعجبتك صح؟ صح. السنه دي ان شاء الله تعجبك برضه ان شاء الله. يلا سمي الله كده وافتحها. ولا افتحها لك انا؟ اي حاجه افتحها لك انا عشان اساعدك. اقعد وانت. لا لا تعالي. ازاي ده؟ انت لازم تشوفها بنفسك. العلبه دي فيها ايه؟ فيها فيل. الواد ده كان معاك؟ لا لا انا لسه فاتح له. لا كنا عامل مقلب فين؟ لا لا ازاي وانا هون عليا؟ انا قاعد معاكم طول اليوم. ما انا سبتكم. هي ما بتعملش لحد النهارده. طلق بقى وراه. وما حدش بيعمل لحسن. طب غمض عينيها. غمض عينيها. غمض عينيك. صحيح. يا ريتني كنت ام. يا ريتني كنت ام. بكره تبقى يا ما هو الاب مالوش عيد. افتح عين اهو. بسم الله. ايه ده ما فيهاش حاجه. لا فيها ورد. ايه ايه ورد جميل. الهدية في معناها قلنا مش بقيمتها ابدا. بس والله فرحت يا ماما. والله حلوه. والله جميله. وريني كده وانت طيبه يا ماما. اكيد مقلب من ده. لا وبلاستيك. خامة نظيفة والله. بلاستيك. يعني انت خامة نظيفة. انت جايب الكرتونة دي كلها. ما هو وفي اساس وشايلنا بالعافية. لا والله وانا قمت وقابلتهم فكرتك كده. كل سنة وانت طيبة يا ماما. دي كده بنحصل معاك. طالما حسن ماشي معاك. ما الدنيا باظت. الدنيا باظت. طبعا انا بهزر معاكي. هديتك موجودة برا. انا بس ايه حبيت اشوف. بص دي عندي بالدنيا بحالها. انا عارف والله. حبيبتي يا ماما. حبيبتي يا ماما. الحمد لله ده مش ام. لا سيبك دي من دي خالص بقى. وجبت دي الحقيقة موجودة. ماشي انا جبت لك دي عشان اعبر لك على اللي في قلبي. الله. بلاستيك يا ماما. بلاستيك. لا ما شوفوا الهديه بقى الحقيقيه ان شاء الله تعجبك. شيل دي بقى على جنب بقى مش لازمه. تعالى بقى احسن معايا. شيله مع بجد. يا طالع يا طالع. طب يا جماعه دي الهديه. دي تقيله بجد. دي تقيله بجد. طبعا انا بس انا عملت المقلب دوت علشان ابين لكم ان انا لو جايب لامي ورده هتفرح برضه، ولو جيب لها حاجه كبيره وتقيله وهتفرح برضه. يلا يا عم تقيله. طب شيل عيد الطهش. تقيله المره دي بجد. دي والله تقيله فعلا. هو ايه اللي فيها؟ يا عم امشي بقى. انا عايز اعرف الثانيه كان تمثيل. كنا بنمثل ان هي تقيله. دي تقيله بجد. اوعى تقعي. ها يا ماما. مش هيصدقوا. مش هيقوموا. اشتهيت بجد هتقع. وعندي شفت بقى الكلب بيعمل ايه؟ لا متعنايا معمود. لا مش للدرجه دي. ورديتين بدل ورد. اوعى يا وفاء. اوعى تقع عليك تقيله. اوعى 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 لذاك الكاسه. اوعى اوعى لذاك الكاسه. لا دي بقى ما تدفعش على الترابيزه. انا حقيقي والله حاسس بالارض. تمام حلفت وقلت والله يبقى فيها فيل. اسد لو وفاك فاجح يا رب. العلبه دي فيها ايه؟ اديني العلبه دي. الورده دي بقى ملهاش لازمه دلوقتي. العلبه دي فيها قلبي. قلبك بديك يا قلبك ايه؟ لا دي بس انا ايه عاملها علشان ابين لهم ان انت ممكن ترضي بالورده زي ما هترضي بحاجه كبيره زي ما ترضي بحاجه صغيره. طبعا. لا بس بجد تقيله. انا كنت فاكرهم بيمثلوا زي الاولاني. لا والله تقيله. والله يا ابني كلفت نفسك ليه؟ والله انا كلفت حاجه. انا شفت لسه بجد. انت اصلا بتحب المشي بتاعي. الله. جاتك حله يعني. لا كان قال لي كنت عملت له اكل احسن من اللي ده. انا بحب المحشي بتاعك طبعا. وانا ما بعرفش اكل المحشي غير من ايدك. وانا كده زعلانه. في حاجه؟ لا زعلانه اني ما اكلتش محشي. لا ما بعد اعمل لنا محشي. اعمل لنا محشي بعد الهديه. تحيه. غمض عينيك بقى. ماشي المره دي. معلش اخر مره دي. هات الورده. ماشي. وديها هنا اهو. لا بس لا المكان هنا هيبقى حلو.
ايه وقت شبابك بلاستيك بلاستيك. الراجل والله قال ان هي خامة حلوة معرفش وقت ليه. ايوه ايوه شيل البلام بيحملوه كده. طب ست الحمايم يا حنينة. لا 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 شكلها كده مش هي كده حلوة. ماشي كده جميل. يلا سمي الله وافتحيها. مش ما غمضيش عينيك يا ست. خمتي وفا بتغلي تغمضي ولا تفتحيها؟ لا انا خايف حسن اغمض الاقي فيل. لا 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 حسن تلاقي الكتوت الغسالة. ما عملش انا مقال دي حسن طالما معاك انا مش معاك. لا ما تخافيش والله. لا المرة دي لا والله حسن هو انا مش ابني هو انت لقيت على انا بص بفتح الغسالة بس الكتوت طلع لي رحت قلبها كان الفريز. يلا بسم الله سمي الله. بسم الله بسم الله الله اكبر عرفتها. بسم الله يا فين والشافة ايه والشافة ايه دايما من هنا. الله اكبر غسالة اطباق. ايه غسالة اطباق؟ عشان ما توجعيش ايدك. عشان ما توجعيش ايدك كنت بتغسل مواعين. ربنا يبارك لك يا رب ويديك ميدان الاثنين يا رب. يا رب احنا واخواتي وانتي وامي كلنا يا رب وكل السامعين. امين يا رب. اللهم صل على النبي. دي جايبه زي اللي عندنا بالظبط. ماشي من هنا. اه وشها من هنا اهو. جايبه عشان تريحك وما توقفيش بقى ايه بدل ما تقولي لحسن اعمل لي ولا حد من اخواتي يعمل لي ولا والله محمد محمد وكلهم بيعملوا على طول. ربنا يقوي وسعد ابوك. اهم حاجه تكون عجبتك. وانا والله قعدت افكر كتير ايه اللي ناقصك. قلت دي اكتر حاجه هتنفعك. ربنا يا رب يبارك لك ويزيدك يزيدك من نعم الله انت واخواتك. انا عمري قلت لك يا ماما ولا طول عمري بقول لك ياما يا امي. عشان انا كنا بقولين نتنقر اول يقول لي ما تقوليش مامتي انا بقول امي. بتقول لي مامتك. ايوه بتقول لي مامتك. انا بقول لها انا بقول لك يا ماما امي امي. مش انا بقول لك يا ماما. اه وبقول له بابا بابا يقول لي لا ايه مامتي دي. بيقول لي يما على طول. يلا مبروك عليك. طبعا هغسل لك بالتوكيل يجي يركبها. ما شاء الله يبارك لك يا ابني يا رب. يلا كل سنه وانتم كل سنه وكل ام بخير. معلش هو مقلب خفيف ولا زعلانه؟ لا مش زعلانه بس زعلانه انك ما قلتليش هعمل لك اكل. يا ست يلا اعملي لي جيت انت. مش عايزه تتعبك. مش عايزه تتعبك. كنت هاكلك الاول وبعد كده اتفاجئني. لا ما انا اتفاجئت. انا كده شبعان ادام انت مبسوطه شايفك بتضحكي مبسوطه كده انا كده شبعت. احلى محشي عندي. الله يبارك لك. يلا وشوفكم ان شاء الله على خير. طبعا الهديه بتاعت مامة وفاء مامتها هتشوفوها ان شاء الله في الفيديو الجاي عشان خلاص الوقت قليل واحنا بعيد. احنا المسافه بعيده ما بيننا وبينهم فان شاء الله الفيديو الجاي. الفيديو الجاي ان شاء الله تشوفوا بقى هديه وفاء اللي جايباها لان انا جبت على مزاجي وهي جابت على مزاجي. كل واحد يبقى له دعوه بابوه. لمامتي. يلا ونشوفكم ان شاء الله على خير. مع السلامه. مع السلامه. كل ام بخير. مع السلامه. كل سنه وانتم طيبين وكل ام طيبه وبخير وكل واحد يراضي ام كل يوم. يا اغلى من روح الخشبه دي. حلوه ترفع مسطره. وريني ندى. وهاتيها ندى. هاتيها ندى. تعالي يا ماما شوفي. تعالي اكيد هيعمل ده. لا 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 ده اوريكي بقى الحاجات. بصي ما انا مش هفهم فيها بقى. اما انا هعرفك عليها. بنقعد نركبها. اه ابقى اجيب لك بقى البتاع اللي هو بيتحط هنا اللي بينظف ده والصابون بتاعها والحاجات دي. بس نوصلها بس الاول عشان ده مكانها موجود جوه. اه كويس ليها الوصلات بتاعتها. طيب ماشي يلا مبروك عليكي.